جمهور ارسنال جمهور دمه خفيف جدا، اعتقد يعني حاليا في اوروبا هو الجمهور الاتعس ما بين الانديه الكبيره اللي موجوده في العالم او موجوده في اوروبا، بما ان احنا بنتكلم على الكره العالميه، فطبيعي جدا جمهور بعد خسارته في اقل من اسبوع بست اهداف في مباراتين، سواء مباراه الكاس اللي انتهت 3-0 او مباراه الدوري اللي انتهت 3-0، فعملوا بقى فيديو كوميدي بيتكلم على حال جمهور ارسنال وقسموه. حال جمهور ارسنال في بدايه الموسم بيبقى عامل ازاي؟ كلهم تفاؤل، وطبعا الميديا والاعلام بيتكلم على فرص ارسنال بعد الصفقات اللي بيحققها كبيره جدا، سواء بالفوز ببطوله الدوري او بالتشامبيونز ليج، ومع بدايه الدوري وفي نص الدوري وبنهايه الدوري. فاكيد فيديو مش محتاج شرح، لكن احنا هنروح نشوفه ونشوف خف الدم جمهور فريق ارسنال وازاي قدروا يعملوا فيديو كوميدي يطلع بشكل حركه ما تشوفوه، ونرجع نتكلم بقى على دوري ابطال اوروبا. This is Arsenal choking syndrome, an appalling illness which affects a small section of the football community. ACS started developing in North London around 2005. Sufferers can seem normal to you and I, but on the inside, they're alone and confused. The cycle is always the same. In the late summer months, sufferers are deliriously hopeful, voting positively in TV and online polls. However, in January, fans show signs of anxiety with news of injured players and inconsistent performances. February and March is where it all goes wrong. Heavy and vicious choking, intense whinging, and uncontrollable tweeting. Come May, fourth place is confirmed and completes the cycle of ACS. They want to live a normal life like you and me. But there's no hope of that without your help. Together, we can bring some happiness back into their lives. Just one hug can let an Arsenal fan know it's going to be okay. يعني هي دي اعراض تشجيع نادي ارسنال الانجليزي، للاسف واحد من اعرق الانديه الانجليزيه، لكن هل ارسن فينجر هيكمل مع نادي ارسنال ولا هيتم تغييره اخيرا ويجي مدير فني جديد عاشق لناديه؟ في اكثر من اسم مرشح على فكره، بنتكلم على باتريك فييرا، بنتكلم على دينيس بيركام، وبنتكلم ايضا على الاسطوره الفرنسيه تييري أنري. نروح للتشامبيونز ليج ونتكلم على الشامبيونز